حبينا نعمل هاي المبادرة أنا وصحباتي كنوع من تغيير، إنه نعطي للناس أمل تشوف الألوان، يعني تغير لون الرماد اللي إحنا شايفينه، دعم نفسي للناس. وحبينا نعمل هاي الرسمة، إن شاء الله النصر بيكون قريب، وإن شاء الله ما بدنا الناس يعني إنه تيأس أو تنحبط، وإن شاء الله الرسالة بتوصل كمان للعالم إنه الحرب تخلص وتوقف وتنتهي بسلامة، لأنه تعبنا إحنا كتير طولت الحرب. إحنا مش إرهابيين ولا مجرمين، يعني في حرب ال48 ما كانش في عنصرية، ما كانش في أحزاب، وكانوا يعملوا بنفس الجرائم اللي إحنا حاليا. الطفل اللي بيموت شو ذنبه إنه يتسمى إرهابي، أو إحنا شو ذنبنا إنه نتسمى إرهابيين؟ تقريبا هي رابع لوحة نعملها، إن شاء الله اللوحات يعني بتأثر فيهم ويوقفوا جنبنا، بحيث إنه تقف الحرب على غزة.